الحاج أعانكم الله أعانكم الله. أبناء وصاب سيعيدون المجد لوصاب، وهذا المكان حماية للأطفال وللحيوان كمان وللزائرين، وإن شاء الله سيعتلوا هذا الجدار إلى هنا. ومن هنا هناك إب، وهذا جبل الملك، هذا جبل اسم الملك، هذا الأصحابي، هو أصحابي أظن، احتمال الأصحابي، هو جبل ضح. هناك جبل ظهر، وهذه المناظر لا توجد في أي مكان بالجمهورية اليمنية، وبهذا الارتفاع وبهذا المكان الشيق والراقي والحدمي إن شاء الله مستقبلا. ونتمنى من أحد التجار الذي هم يبتغوا وجه الله أو يشتون سياحة يعني يعملوا لهم هنا في جبل مطحن، يعني إما فندق وإما يعني ماذا نقول، نسميه منتزه، نسميه منتجع، نسميه يعني مكان للشاليهات الأطفال، سيأتوا من كل بلاد إلى هذا المكان إلى جبل مطحن، انظروا على مناظر جذابة وخلابة وممتازة وراقية، والدنيا خضرة. هنا دمار وهنا كئب، هنا دمار وهنا كئب، هنا دمار وهنا كئب. الله مليان. حيا الله الشيخ سنان، يعني مرحبا بك في جوار الجامع وعند العمل. ما رايك الان بمشروع الذي الان يبنوه الجدار حامي للاطفال وللبشر المشروع يا اخي ناجح ولا يوصف ولا يقدر يعني ولا له ثمن. طيب عندما نزيل هذا الصبل القديم ومكانه، اسمع، اما المخيمات اما يعني خيام او فندق، كيف بيكون؟ اي شيء نتصرف ونعمل به، بس عاد احنا نشتي ايش؟ اكمال ما الاكمال الان هم العمل ضروري، ما العمل الان اكمال الان هنا هذا جدار الى النوبه. الى النوبه ما بلاش الى النوبه والله، يعني لا ايوه يعني حمايه على البشر، البشر الذي يجوا من برا يا اخي الزوار. هذا المشروع والله لا يوصف، حلو هذا حقيقه. نشكر الشيخ منصور بكل ما نستطيع يعني الصدق، يعني بصراحة وللأمانة، بالأمانة الشيخ منصور والله رجل عظيم، والله ما أنا والله إنه واحد مصاب من واحد هم ذا هم الآن، والله من شراب قال لي والله يا الشيخ هذاك منصور هو شيخكم، قالوا له شيخ الكل، قال والله ما صح لرئيس الجمهورية وقسما بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. الجدار كمرحلة أولى خلاص أنجز ولله الحمد، وهذاك المكان بيكون مكان العوائل وللسيارات إن شاء الله مستقبلا، مكان وسيع ولله الحمد. ونتمنى إكمال الحزان في هذا المكان الذي بدأ به الأخ نجيب عبد الله سنان، كتب الله أجره وبارك الله فيه، وهذا كمان الذي عمله الشيخ نصر. نرجو إتمام العمل في هذا المكانين، هنا الحزان أشاد به الأخ وأشار إليه نجيب المطحني وقال هناك الحزان مضمون 100%، وهذا المكان الأخ ناصر بارك الله له عليه أن يكمل الجدار حتى ينجز المشروع كامل. سلاما من الله عليكم من جبل مطحن، مراسلكم محمد عبد الله جحانه.